اجتمعنا اليوم ممثلي المكونات في سهل نينوى اليزيديين والمسيحيين والشبك وبحضور ممثلة عن تجمع الشبك الديمقراطي السيدة سورية القدو وممثل عن لجنة التعايش السلمي المجتمعي السيد سمير عدنان وبحضور السيد المحافظ نينوى وسيد رئيس مجلس المحافظة نينوى وتم الاتفاق على تشكيل لجنة موسعة من السادة المذكورين أعلاه بخصوص توسيع قاعدة الحوارات بين مختلف الجهات السياسية والمكونات المنطقية ورفض بعض مقترحات وزارة التخطيط والاتفاق على صيغة جديدة لموضوع الاستحداثات. نحن كمجلس محافظة وبصفتنا التشريعية والرقابية الممنوحة لنا بموجب قانون المحافظات الغير منتظمة في أقليم رقم 21 للسنة 2008 المعدل والذي أعطى الصلاحية لمجلس محافظة نينوى حسب المادة السابعة الفقرة 11 أولاً على المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الأقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث لتغيير أسماؤها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح السيد المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس مع وجوب موافقة الأغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير. وبدورنا قمنا بتشكيل لجنة مكونة من كافة مكونات محافظة نينوى لغرض دراسة وتقييم واقع الوحدات الإدارية لعموم محافظة نينوى وفق الضوابط والتعليمات الواردة من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وكذلك وزارة التخطيط وحصول الموافقات الرسمية، وهذه هي صلاحيات حصرية لمجلس المحافظة، لا يمكن لأي جهة التصويت على خلاف ذلك. ومن خلال اللجنة المشكلة في مجلسنا بخصوص دراسة وتقييم الوحدات الإدارية سوف تعمل على توسيع قاعدة الحوارات بين مختلف الجهات للوصول إلى توافق والحصول على دعم المكونات جميعاً والجهات السياسية لتغيير والاستحداث ووفق الضوابط والتعليمات. كما أكرر بأننا كمجلس محافظة نينوى وكحكومة محلية لمحافظة نينوى نتعامل مع هذا الملف، أي ملف استحداث الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة نينوى، طبقاً للمعايير والإجراءات القانونية حسب قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل والدستور العراقي عام 2005 وخاصة المادة 140 منه أيضاً. هذا المقترح عليه إشكالات كثيرة، فهذا المقترح مرفوض من جميع المكونات ومن الحكومة المحلية بشقها التنفيذي والتشريعي. ندعو إلى أن لا يتم اقتراح أي شيء إلا بالتنسيق مع الحكومة المحلية في نينوى، وبالتالي الحكومة المحلية في نينوى تأخذ بنظر الاعتبار رأي جميع المكونات في سهل نينوى مع الكتل السياسية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. حقيقة هناك قدمت مقترحات سوف تشرع اللجان بالعمل لغرض بلورتها إلى مشاريع وحل هذه الإشكالية قريبا إن شاء الله.